جديد برنامجنا سهرة جديدة تستناكم يوم بيوم انضموا إلنا. كرسي حياتك ذكرياتك بلش هدفك واحنا معاه اطلع فرفش غني وطنش ونسلي بزعلة. برنامجنا كراسي اسمه يلا نحضر كلنا سوا. برنامجنا كراسي اسمه يلا نحضر كلنا سوا. مشاهدينا الاعزاء مساء الخير لكل اللي عم بتابعونا وين ما كنتوا عم بتابعونا. حلقة جديدة من برنامج كراسي، اهلا وسهلا فيكم كلياتكم. عنا اليوم ضيوف وفقرات كتير منوعة، تقدروا طبعا تبعتولنا اقتراحاتكم على صفحات التواصل الاجتماعي للأردن اليوم اللي هم تويتر، فيسبوك، انستغرام وسناب شات. وأكيد طبعا اليوم عنا ضيف كتير مميز بفقرة قاعدة شباب اللي هو مخرج فيلم نكسة روح. راح نروح على فاصل نكسة روح وراح نروح القافية راح نروح على فاصل نرجع نكمل معاكم عشان نبلش أول فقرة من فقراتنا قاعدة شباب. خليكم معنا. ورجعنا لكم مشاهدينا بقاعدة شباب، واليوم رح نحكي عن فيلم كتير مميز وفيه دلالات ومعاني كتير رائعة. هذا الفيلم انكتب بطريقة كتير احترافية وطرح من خلاله قضية شعب وحلم ووطن ضمن أجواء حميمة ودافئة. طبعا هذا الفيلم اسمه فيلم نكسة روح، وهذا الفيلم ترشح للعديد من الجوائز وشارك بالعديد من المهرجانات. راح نعرف اكثر عن هذا الفيلم وتفاصيل لطيفه اكثر. نرحب معنا بالاستوديو بضيفنا المخرج سائد عرعوري. اهلا وسهلا فيك استاذ سائد، نورتنا ببرنامج كراسي. هو العرعوري 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 في شاب صاحبي من بيت العرعوري فخلص لازم معك. ما بزبطش انا بزبطش معك بدك تتحمل. لازم كلنا بنعك مع بعض مش مشكله. الله يحييك. هو فيلم نكسة روح يعني احنا عملناه من خلال دراستنا بالكلية الأستراليه للإعلام SCE. يعني هو وصل لعدد 15 مهرجان حول العالم وترشح للعديد من الجوائز للنهائيات فعليا، واخذ برضو العديد من الجوائز. بحكي عن عائلة فلسطينية ترجع لفلسطين بعد زوال الاحتلال، بنرجع للتاريخ لسنة 67، فبتحاول هاي العائلة تتذكر شو بصير معها احداث داخل البيت. طبعا اجواء حميميه، اجواء بين العائله، ما تطرقناش لكثير تفاصيل بهذيك الفتره، بس حاولنا نشوف كيف العائله بصير معها بعض الاحداث جوا البيت. تمام. حلو كثير. هلا بدي اسالك كيف اجتكم الفكره لتعملوا هذا الفيلم؟ يعني الفكره اجت من خلال انه بدنا نحاول نتذكر كيف ممكن يصير مع الواحد اخر يوم بحياته لو بده يرجع لهذا اليوم خلال 24 ساعه ايش ممكن يصير فيه. طبعا احنا كطلاب فتطورت معنا الأحداث من خلال الكتابة والتبحر في الكتابة خلينا نحكي على مدى أسابيع طويلة حتى قدرنا نوصل للفكرة اللي صارت فيها الفيلم. فهي ما جت من فراغ، بالعكس هو يعني من خلال الممارسة ومن خلال الدراسة نفسها تعلمنا كيف نعمل سكريبتينج للفيلم. تمام 100%. بدي أسأل سؤال هلأ، يعني قديه لطيف أنه نسمع أفلام أردنية عم بتشارك بمهرجانات عربية أو عالمية. نحكي أكثر عن هاي التفصيلة، إيش هي المهرجانات اللي شارك فيها الفيلم والجوائز اللي ترشح لها؟ هو إحنا بلشت توزع فعليا بالمهرجانات حول العالم. فأول دولة رحنا لها نيجيريا، وهناك أخذنا جائزة أفضل إضاءة وتصوير لزميلنا أحمد سيف ما شاء الله. شفنا كيف تأثير الفيلم، شفنا كيف الناس فعلا حبت الفيلم، حبت التفاعل مع الفيلم نفسه. فإحنا يعني صار عندنا شغف بزيادة أنه نستمر في التوزيع. بعد هيك راح على البوسنة، إيطاليا، الهند مرتين، السودان، الأردن، مهرجان كرامة الأفلام حقوق الإنسان بالأردن. في إحنا عنا ميكينج أوف هي حصرية صح؟ لإلنا فعلاً باللي عملتوه باللي عملناه صحيح. راح نشوفهم شوي ونرجع. طيب ماشي. خليكم هاي نمشي أنت مو بدك تطلع. برا عندك برا ليش عندك باب خارج. أكشن. يلا
شايفة حالك؟ أمر أول طجي خنوك عن خنوك مندر حلو حلو خطير وتسوى هالي وكل القرابة كله حيتحرك باية شوية انت وين راح تكون هذا الشيء اللي شفت تشتغل مطبخ سمي شاب عند الشباك بالضبط عشان تطلعي عشان تطلعي على الشباك هيجيني حدا من هون هيا اخ هاي جاي منك من منك بتزقلك هيك بتلغلق لغلق اطفال بدي تسجلش جاي كيف كيفك لا 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 في مكان لدمك الأول أنا كاندي كراش يا رحبا ما تكلمنيش أنا يا أخويا ما تبصليش خلاص إحنا دوك مش دوك زعلك يا يعني شو قصدك يعني لحظة تفكرني جون كروز أنا هاي الكاشي مع العمود سيدي ايوه برجع كوكب برجع ايوه هاي اللفه هاي سيدي اسمع مش فكر يعني انه فاشل شهيد يعني انه خلص راحت عليه لا حبيبي لا اتوقع عليك بابا لما غلطتك وخليك احط الكاميرا علي وين راح جابت لوبا قاعد او ايوه هيك فوتي حسن ساعة 46 scene 4 and 5 one shot take 3 اكشن سمعت لك على الباب شكلهم مستعجلين انا بعرف اني اتاخرت كوكب انا أنا بحبك. وين أقول الأمر في جلسة؟ لازم تحكي لك كلمة. أكشن! كثير تصدق. أنا بكرة كثير تصدق. كات. رائع. مشاهدينا الاعزاء اذا رجعنا لكم ومكملين معاكم على الهواء مباشره بعد ما شفنا يعني لقطات من الميكنج اوف وواضح قد ايه في تركيز بالشغل وفي عجقه واشياء سعيده سائد يعني بدي ارجع اكمل معاك يعني دائما في صعوبات خصوصا احنا بنحكي شح الانتاج الفني اللي عندنا موجود في الاردن والصعوبات اللي كلنا بنعرفها بنواجهها الكل شو الصعوبات اللي واجهتوها اثناء تصوير الفيلم يعني احنا من خلال الدراسه فعليا يعني اللي ساعدنا فعليا اكثر شيء اللي هو المعدات اللي توفرت لنا من خلال الكليه تمام اضافه لانه عمليه الانتاجيه نفسها احنا صرفنا عليها كطلاب بشكل عام عمليه الانتاج للفيلم مكلفه يعني مش سهل انك تعمل فيلم سواء قصير او طويل وبالذات طويل طبعا الصعوبات غالبا صعوبات ماديه وتوفر الامكانات او الكاميرات المناسبه ولو انه عالم الديجيتال حاليا بدا يعني طبعا يتطور بحيث انه فعلا تحصل على اللوك السينمائي او المشهد السينمائي لللقطه وبالتالي هذا ساعد انه احنا فعلا نوصل لجزء من الطموح اللي احنا بنسعى له بنتمنى طبعا انها نتجاوز هاي المرحله بايام القادمه يعني والسنوات القادمه طيب ننتقل من الصعوبات انا حابه اعرف كم جائزه اخذ الفيلم وايش هي ابرز جائزه بالنسبه لكم كانت أخذ الفيلم 4 جوائز جائزة أفضل إضاءة وتصوير من نيجيريا جائزة كمان أفضل إضاءة وتصوير من السودان وأفضل ممثلة برضو من السودان بمهرجان تهراقة الجائزة اللي في نيجيريا بمهرجان اسمه ريال تايم انترناشنال فيلم فيستيفال هلا بالنسبة لنا أهم جائزة حصل عليها المهرجان هو الفيلم عفوا هو جائزة أفضل فيلم طلابي من الهند مهرجان كالكوتا وهذا كان منافس مع عدة أفلام من أمريكا من أستراليا من الهند من إيطاليا وعدة دول أخرى تقريبا 7 فإحنا أخذنا أفضل جائزة هلأ مهرجان الهند الحلو فيه أنه ربط الفيلم وعمل له ريت على موقع الاي ام دي بي بشكل مباشر وهذا طبعا أعطانا زخم إضافي للفيلم بأنه إحنا تقريبا بجوز للمرة الأولى بالأردن أنه فيلم قصير يحصل على ريت من مهرجان داخل موقع الاي ام دي ومعروف موقع الاي ام دي بي للعالم بعالم الأفلام طيب أنا بدي أسأل سؤال هيك خلينا نحكي عن دور الممثلين بالفيلم شو لعب دور الممثلين
اكثر بموضوع الفيلم. شو كان خلينا نحكي الاضافه اللي الاسماء اللي كانت موجوده معاكم، خلينا نحكي بدنا كمان نحكي مين هم الاسماء اللي كانت موجوده معاكم بالفيلم وشاركت من الفنانين الاردنيين؟ من الفنانين الاردنيين طبعا هم ثلاث فنانين، الفنان اسحاق الياس وكان يمثل دور الاب بالفيلم، والفنانه نبال عوضي وهي دور الجده وبترجع مع حفيدها اللي هو منذر خليل مصطفى. طبعا كلهم ممثلين محترفين واكيد دور لهم كان مهم جدا بحيث انه فعلا يعني اثر الفيلم. وبالنسبه لي انا هاي التجربه الثانيه اللي بعيش فيها مع الممثلين. أوكي. بس خلينا بدي اسال سؤال، كان دور الممثلين موجود بالفيلم دور تطوعي صح؟ هو دور تطوعي نعم، بالذات لانه تعرف يعني صعب احنا كطلاب كمان ندفع يعني بعض التكاليف الاضافيه للممثلين، ولو انه كلهم يعني نتمنى انهم طبعا ياخذوا اجورهم الحقيقيه، وهذا بنتمنى طبعا بالافلام الطويله ان شاء الله. بس انا بدي اضيف شغله انه يعني قديش هذا الفيلم كان ضمن احد المساقات اللي عم تدرس بالكليه والى اخره وعمل هاي الانجازات، فهذا بحد ذاته كيف لو كان مثلا جد القرار انه بدنا نتفرغ بدنا نعمل فيلم حقيقي بكميه باكويبمنتس وجودة إنتاج عالية. صحيح. أتوقع كمان صحيح. إنه يعني يكسر الدنيا أكثر. بس قد إيه حلو إنه فعلًا، وهاي أنا رسالة بدي أوصلها للمشاهدين إنه برضو عندنا بالأردن رغم خلينا نحكي القدرات البسيطة بس بنقدر نوصل وبنقدر ننافس. أكيد طبعًا إذا توفر لنا الإمكانيات، ونتمنى طبعًا بالمستقبل تتوفر الإمكانيات مش بس لإلي أو لكل زملائي بالفيلم واللي مش واللي ما شاركوا بالفيلم، لأنه فعلًا عندنا طاقة عندنا قدرة. صح. بس لازم يكون في عندنا يعني إرادة جادة إنه يكون إنتاج حقيقي أردني. صح. بمعنى انه اردني 100% يعني ان شاء الله ان شاء الله. سعد واسامه بدنا نروح نشوف التريلر يلا وبنرجع. شايفه حالك قمر؟ اول طجي سبدك تروح ورجعنا بعد ما شفنا التريلر. صراحة كتير حلو وكتير متحمسة إني أشوفه. بتتوقع الصناعة السينمائية عنا بالأردن ممكن بل بالمستقبل تصير أقوى؟ أكيد. يعني في أمل إنها تصير أقوى؟ في أمل طبعاً، يعني لو ما كانش الأمل موجود كان إحنا هلأ ما وصلناش لهذه المرحلة على الأقل، لأنه في كتير كمان من الشباب أنتجوا أفلام وعملوا مشاريع سواء قصيرة أو طويلة. الصناعة بحاجة لأنه دائما يتوفر لها الفلوس وتوفر لها الإرادة قبل الفلوس وتوفر لها الإمكانيات الحقيقية إنه إحنا نفسنا اللي ننتج نفسنا اللي نحكي قصصنا ونحكي واقعنا للعالم كله. يعني أكيد 100% بالنهاية يعني إحنا حابين نكمل ونحكي لسه أكثر عن الفيلم، بس يعني شو بتحب تحكي لكل اللي بتابعوك على برنامج كراسي؟ بتمنى لكم التوفيق دائما وإن شاء الله يا رب يعجبهم البرنامج. أمين يا رب. إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله. موفقين. تسلم. شكرا لك. إحنا يعني بنشكرك أستاذ سعد العروري وجودك معنا ونتشرف إن شاء الله بأفلام قادمة بتكون عندنا ضيف ونحكي عن هاي الإنجازات إن شاء الله. شكرا تشرفنا فيكم إن شاء الله. إذا مشاهدينا الأعزاء رح ننتقل لفاصل شعبي ونرجع نكمل معاكم برنامجنا، خليكم معنا. طراحة بزبط عمليها بجملة فرشة يعني حطة أو إشي بينلبس على الرأس. طراحة فرشة. طراحة ما بعرف. طراحة أرض أو قاعدة أكلة ولا إيش. طراحة جنبية. وانضم لنا بالاستوديو فنان أردني كتير مهم ومتميز، سلطان الطرب الأردني، له مجموعة كتير كبيرة من الأغاني وشارك بكتير من المهرجانات المحلية والعربية. أهلا وسهلا فيك محمود سلطان. يا أهلا فيك.
محمود نورتنا طبعا باستديوهاتنا ببرنامج كراسي اكيد. وبدي احكي شغله كثير مهمه للمشاهدين اللي عم بتابعونا. طبعا بدي احكي انه يعني محمود سلطان من انظف واجود الاصوات الاردنيه اللي موجوده في الأردن، وهاي مش مجاملة لأنك موجود، ولكن هذا لأنه أنا خليني أحكي شوي هيك شوي إلي على الفن وإلى آخره. فما شاء الله يعني محمود من الفنانين الأردنيين اللي بنفتخر فيهم دائما. محمود احكي لنا شو في أعمال فنية جديدة على الساحة قادمة، وشو في شغل جديد احكي لنا. عندي إن شاء الله هلا في ثلاث أعمال عم بنفذ فيها، في عمل منهم في الكلور حلو مطور، وفي عمل باللهجة اللبنانية راح يكون رومانسي، وبرضه في عندي كمان عمل بلهجتنا الأردنية. هذول إن شاء الله قريبا راح يكونوا جاهزين، وعندي تصوير فيديو كليب إن شاء الله. طيب محمود هلا أنت عندك مدير أعمال. آه. هلا قد إيه مهم الفنان يكون عنده مدير أعمال سواء عنا بالأردن أو غير؟ هو كتير مهم، بس أنا مدير أعمال نفسي. هلا يعني أنا ممكن على شغلة مدير أعمال، ممكن هو مدير أعمال خلينا نحكي على الحفلات، يضبط الحفلات وكذا. في عنا اللي بنظمه الشغل تبعنا يعني، بس هي مش كاسم مدير أعمال. صح. بس هي كراحة يمكن لك إنك أنت ما عندي فريق عمل، إحنا كنا بنتعاون مع بعض يعني. بالضبط 100%. محمود بدنا نسمع إشي منك، أوكي؟ بس أنا بدي أطلب، أوكي؟ بصير؟ أطلب. أنا في أغنية لك كثير بحبها. هلا يعني المخرج بيقول لي بدنا ايش نسلطن، بس انا اسمح لي سيد المخرج انا بدي ارقي لو سمحت. 100%. عشمتني بالحلق وخزقتنا وداني. الله. معي الاغنيه من كلمات والحان وتوزيع علي خير. تحياتي للفنان الاردني علي خير. هذا وانا سيد البحر غرقتني في شبر، غمرتني مثل العلق ثوب الكذب في عبر، كل ما غصت بالحلق تراني أجهل الخلق، عشمتني بالحلق خزقتنا وداني، وانا خطيت وش في عمل يكفر لعصياني، يوم رميت بنت الأصل ورسيت أحب ثاني والحب الثاني ما صدق بوعود أغراني، بعد شوي وقتي مرق قامت عن حضاني، عشمتني بالحلق وخزقتنا وداني. الله 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 محمود، يعني ما فيش داعي احكي ولا كلمه. شكرا لك. صوت لحاله بوصل رساله. شكرا على هذا الاختيار. ها 100%. اختيار موفق. لا بس يعني كمان برضو خلينا نحكي عشمتني بالحلق، خلينا نحكي شوي هيك يعني كوميرشال، كلامها بجنن حلو كذا، بس وصل محمود لما بده يسلطن بسلطن. وبدي أنا أحكي للناس وأخلي محمود يحكي للناس لقائك مع جورج والسوف سلطان الطرب، إيش علق بالضبط؟ من الناحية الفنية الحمد لله. يعني جورج والسوف ما بجامل بالفن. وكان بالنسبة لي كفنان يعني واختبار من قامة فنية كبيرة مثل سلطان الطرب جورج والسوف إني أغني ويسمعني، والحمد لله يعني انبسط وانبسط فيه، وهو إنسان جدا متواضع. وكل الوسط الفني في الأردن حكى في الموضوع قديه جورج والسوف يعني أبدأ إعجابه بصوت محمود سلطان، ويعني انبسط حتى القعدة طولت وقتين. مزبوط. الله يوفقك محمود حبيبي. الله يخليك. طيب محمود هلأ إحنا عنا فقرتنا الرئيسية للبرنامج هي فقرة كراسي. فقرة كراسي بتضم 6 كراسي. طبعا. أنت بتختار منهم 3، كل كرسي بيحدد محور اللقاء معك والأسئلة اللي إحنا رح نطرحها عليك. بحكي لك 6 كراسي انت تنقي منهم 3. تمام. عندك كرسي الشهرة وكرسي الطيارة وكرسي الاعتراف وكرسي المسؤول وكرسي الدراسة والكرسي الهزاز كرسي ايام زمان. شو الاختيار؟ لك تختار 3. نبدا من كرسي الهزاز. الهزاز اي الذكريات. والثاني والشهرة. والشهرة حلو. وايش كمان عندك؟ ضايل دراسة مسؤول الطيارة. طيارة حلو. طيارة. تمام 100%. تمام. طيب. 100%. هلا رح اشتولات. طيب لا مشاهدينا رح ننتقل هلا
لفقرة كراسي مع الفنان الأردني محمود سلطان، ورح يكون معه أسامة. أنا ما أنا حفرجيك يا محمود، أنا مدحنا وهيك ناوي لك. أسامة ناوية لمحمود. منروح ومنرجع بفقرة كراسي. مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة كراسي مع الفنان الأردني محمود سلطان. طبعا محمود اختار ثلاث كراسي. أول كرسي اختاره محمود هو كرسي الشهرة، وثاني كرسي اختاره هو الكرسي الهزاز، كرسي الذكريات، وثالث كرسي اختاره كرسي الطيارة. راح نبلش مع محمود على كرسي الشهرة، خليكم معنا. برنامج كراسي تيك 1 سين 1، كرسي الشهرة مع محمود سلطان. محمود اهلا وسهلا فيك معنا. اهلا فيك على كرسي الشهرة. محمود نبلش، يعني اول سؤال، هذا سؤال بحب انا دائما بحبهم بالبرنامج دائما نساله، قد ايه بتحب الشهرة؟ ما بحبها. معقول مش دبلوماسي شوي الجواب؟ لا، الشهرة مرات ما بتكون عايش براحتك بحريتك، وبتحكم عليك كثير اشياء. الشهرة دخلت الفن عشان تنشهر ولا عشان بتحب؟ انا بحب الفن وهوايتي الفن، وبحس انه انا بالفن، الفن بفرق عن الشهرة. تمام. بيختلف يعني. كم اغنية الى الان برصيدك موجودة؟ عندي يعني تقريبا البومين. وعندي البومين اغاني عاطفية والبوم وطني. اقرب اغنية لقلبك منهم؟ كل اغنية لها حكاية عندي. يعني ما في اغنية معينة من اعمالي، يعني كلهم بحبهم. بدي تعطيني، انك انت قاعد على الكرسي لازم تكون معي صريح، خبر حصري بخصك لبرنامج كراسي. سينجل راح تنزل جديدة. حلو. هي اغنية بلبنان جهزتها مع الملحن والموزع وليد المسيح، وهي اول مرة بحكي عن العمل هذا. تمام 100%. نرجع، ذكرنا خلال المقابلة لقائك مع سلطان الطرب جورج وسوف، على الصعيد المعنوي شو عمل لك هذا اللقاء، وخصوصا انه انتشر اعلاميا على السوشيال ميديا؟ اعطاني معنوية كثيرة، وزاد الثقة الحلوة بالفن يعني كشو اداء الفني يعني. تمام 100%. الفنان الاردني مظلوم بالشهرة على مستوى الوطن العربي؟ كثير. ليش؟ اسباب يعني، بطلع على الفنانين الأردنيين عم نشتغل، منقدم أعمال يعني هل بتلاقي إنه هل بتلاقي إنه كلكم عندكم فشل بالتسويق لحالكم، ولا اختياراتكم مش صحيحة، ولا شو؟ لا، هو التسويق. فشل بالتسويق. في فشل بالتسويق. كيف ممكن الفنان الأردني طيب أو الفنان بشكل عام يسوق لحاله؟ هلا هي في شركات مختصة على فكرة بهذا المجال، حتى شركات الإنتاج الكبيرة بيكون عندهم قسم خاص للتسويق لكل فنان، لكل عمل عم بنزل كيف ينشروه عربيا، وفي أشياء بتصير عالمية كمان. طيب تعتقد أنه العمل مرات لما يكون عمل قوي بكافة المعايير بسوق حاله لحاله؟ مش دايما. مش دايما يعني لازم يكون في حدا يدعمك بالماركتينج والترويج؟ أكيد. طيب أهم الفنانين والملحنين اللي تعاملت معاهم محمود؟ تعاملت في حياتي الفنية مع كتير، الملحن خالد عز من مصر، تعاونت مع الفنان زياد برجي بعمل برضه، في يعني من كثير من الاسماء، الدكتور صالح الشادي من السعوديه الشاعر، نوجه له التحيه كمان. يعني أكيد. اشتغلت مع اكثر من اسم عربي. تمام 100%. طيب احنا هلا يعني خلصنا من كرسي الشهره، راح نروح على كرسي الذكريات. جاهز معنا؟ جاهز معنا. خليكم معنا عشان ننتقل لكرسي الذكريات مع الفنان محمود سلطان. وانتقلنا مشاهدينا الأعزاء لكرسي الذكريات مع الفنان الأردني محمود سلطان. محمود، لما تقعد على هذا الكرسي شو بذكرك؟ بالزمن الحلو. بالزمن الحلو. أنا بذكرني بقعدة مشاوي. طيب بس أهم إشي تركز مع الكاميرا، لأنه بدك تحكي. تمام. مع جمهورك. محمود إذا بنحكي عن ذكريات أيام زمان، أول أغنية بتخطر ببالك حالياً وبدك تغني لنا اياها وتسمعنا منها مقطع؟
أول أغنية كانت غنيت بلقاء كان على التلفزيون، كان عمري تقريباً 8 سنوات، كانت أغنية لو نويت تنسى اللي فات لسلطان طارق الرسوف. الله. واستضافوني ببرنامج كنت أيامها كانوا يسموني الطفل المعجزة بهذا البرنامج، فهاي إلى ذكر عندي كتير حلو. نسمعها. لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات، لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات، إنه غيري خد مكاني، إنه قلبك مش عشاني، ليه تجرحني بكلامك، طب ما تهجر من سكات. الله محمود، الله عليك. الله يخلي لك. أكثر إشي نفسك يرجع من ذاكرة طفولتك؟ يعني بدها هاي الصفنة؟ لازمها هاي الصفنة. يعني في ذكريات حلوة وفي ذكريات مؤلمة وفي ذكريات محزنة، وفي يمكن فقدنا أشخاص بحن لهم، فقدتهم من وأنا طفل. يعني الشخص اللي بتتمنى يرجع الزمن وتكون معه؟ والدي الله يرحمه. والدك الله يرحمه، الله يرحمه إن شاء الله تعيش. يعني بحس إنه أنت في كثير عندك شغلات بطفولتك، ممكن في هيك من نظرة عيونك إلي في معاناة. كان في معاناة بطفولتك لو وصلت للمرحلة اللي انت فيها حاليا؟ اكيد، يعني كانت من اكثر من مكان يعني في معاناة، والحمد لله يعني من جد وجد. يعني والواحد لما بيشتغل حاله كمان اكثر واكثر بجوز بنسى اشياء الحزن كمان. ودائما في مقولة انا بحكي انه الابداع ما بيجي الا من رحم المعاناة. اكيد هذا الشيء يعني اللي كلنا متفقين عليه، يعني ما في ابداع او ما في نجاح بدون معاناة. أكيد هذا طبعاً. الإشي اللي لازم. أكيد طبعا. يعني خلينا نحكي هيك كمان سؤال عن موضوع الطفولة. حكمة تعلمتها من حدا أو درس تعلمته من حدا، من الكبار، من أجدادك، من كذا؟ والله شوف، هي إنه الواحد إنسان يضله بخيره. يعني في كانوا يحكوا اعمل خير وارمي بالبحر. صح. فأنا دائما بحب أعمل الخير ويروح يعني ويروح بالبحر ويروح للناس الكويسين والعطلين. المهم انت تعمل كشخص خير. فتح مواجع الكرسي هذا. فانا بحب اعمل دائما خير. ما جاوبتنيش، فتح مواجع الكرسي اكيد. والبحر مليان شكله. اكيد 100%. هذا وانا سيد البحر. والله. طيب خلينا نطير من فوق البحر ونروح على كرسي الطياره. تمام، خليكم بعد. يلا. وصلنا معاكم لآخر كرسي اختاره محمود سلطان، هو كرسي الطيارة. محمود، بتحب السفر بالطيارة كثير؟ كثير. كم مرة هيك سافرت بحياتك؟ كثار. كثار سافرت بحياتك. طيب بما أنه بنحكي عن طيارة وعن سفر وكذا، كثير حاب أسمع يوم سفر وحدك. يا عيني عادي. بس لازم نربط الحزام هيك طيرناش. مش مشكلة، بتجيب الحزام عادي، ما فيش مشاكل. يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك، وفايتني ليه تبعد عني، ليه تبعد عني ترحرمني. الله عليك، الله. بطلت بدي اكمل الفقره يا زلمه. محمود، خلينا نحكي، ايش ابرز الانجازات او التكريمات اللي تكرمتها خارج الاردن؟ كان اخر تكريم في دوله الامارات. شاركنا انا وزملائي فنانين اردنيين في أوبريت اليوم الوطني لدولة الإمارات باسم مملكتنا الهاشمية. طلعنا مثلنا الأردن وعطونا تكريم. هذا كان آخر تكريم لسه جديد يعني تكرمت فيه. ألف مبروك. أبرز المهرجانات اللي شاركت فيها خلال مسيرتك الفنية؟ مهرجاناتنا المحلية خارجي.
الخارجية كانت في دولة الإمارات وفي المغرب العربي، شاركت في مهرجاناتهم المحلية. طيب لما نتذكر هيك موقف خلال سفرك خارج الأردن، كان موقف مثلا حزين أثر فيك أو موقف هيك لطيف ضحكك، يعني موقف طريف؟ كثير في مواقف صارت معي، يمكن في موقف صار معي في المغرب بحفل رسمي، كان وكنت طالع بدي أغني وفجأة قبل ما أطلع على المسرح نسيت الأغنية، فكان موقف بالنسبة لي أولها محرج، بعدين تلاشيت الموضوع. كيف تداركت الموضوع وقتها؟ غنيت أغنية ثانية؟ لا يعني موضوع الكلمتين أول الأغنية راحوا من راسي يعني خلاص ومش فجأة. لا والحمد لله سلكنا وطلعت حلوة. أكثر مكان سافرت عليه وين؟ يمكن مصر. مصر. شخص دائما بتحب تاخده معك بكل سفرة بتسافرها؟ في أشخاص يعني من الأصدقاء، يعني من أصدقائي. كل ما تسافر لازم يكون معك شخص معين تأخده كذا، بتحب تسافر لحالك ولا مع شخص؟ لا أغلب السفرات بتكون مع شخص. مع شخص، حدا معين؟ مزبوط. حدا معين، أوكي. نقدر نعرف مين هو ولا صح؟ صديق لإلي، إعلامي يعني. إعلامي، حلو 100%. محمود هيك إحنا خلصت فقرة كراسي. شكراً. وشو بتحب تحكي لكل اللي بتابعوك؟ أول شيء بشكركم على الاستضافة وعلى هالبرنامج الحلو والفقرات الحلوة، وإن شاء الله أكون خفيف الظل على المشاهدين، وبتمنى أعمال اللي رح تنزل جديد تنال إعجابكم، وأكون دائماً عن حسن ظن الجميع. شكرا لك محمود، ونورتنا معنا بالبرنامج. ولكل فريق العمل شكرا. الله يسعدك، اهلا. اذا مشاهدينا الاعزاء هيك بتكون انتهت فقره كراسي لليوم مع الفنان الاردني محمود سلطان. راح نروح هلا على فقره كراسي ميكس مع وسن، وراح نعرف خبر عن اليابان، تعيين الشخصيه الشهيره بالبوكيمون بيكاتشو سفيرا لمدينه اوساكا. وصلنا لفقرة كراسي ميكس. طبعا بهاي الفقرة بنقدم لكم أخبار منوعة، منها تكنولوجيا، منها غريبة، منها مضحكة. الخبر اليوم أسامة صراحة غريب. أسامة، عمرهم أهلك نسيوك؟ أنا مرة ضعت وأبوي روح والله مش عارف لمشك يعني، خلص الولد بيعتمد حاله بلاقي حاله. معناته بالنسبة لك هذا الخبر مو غريب. حلو. الخبر بيقول عائلة أسيوية وصلت مطار دبي، حملت حالها وطلعت روحت على المكان اللي هي عايشة فيه بالعين، بس نسيت ابنها بالمطار. مشيوا وطلعوا بالسيارة، بيجي للأب تليفون بيحكوا له إنه ابنك أنت ناسي بالمطار. ذكرني بسوار العسل. هذا بيشبه كتير هوم ألون إذا بتتذكروا، لما كيفن طلع بطيارة تانية غير طيارة أهله. طيب بعد ما تلقى هذا التليفون الأب قالهم لأمن المطار، قالهم إنه أنا عيلتي كتير كبيرة، وبرر موقف إن العيلة كتير كبيرة وطالع بسيارتين، الأولاد بسيارة وهو كأنه والشناتي بسيارة. يعني ما هو المشكلة إنه لا، المشكلة إنه إيش يعني، نسي الولد وما نسيش شنطة، يعني واحد بنسى شنطة بنسى الجواز بنسى الولد. لا ما متأكد مين الولاد الطالعين اللي بالسيارة. المهم أخذهم ثلاث ساعات لقدروا يرجعوا على المطار ياخذوا ابنهم. أنا بتخيل إيش صار فيه الولد، يعني الولد عن جد نفسيته إنه ثلاث ساعات نسيوا أهله بالمطار. يعني هلا هو ما توقعش صار إشي، يعني انا لو محل الولد صراحه بلفلف بالمطار. والله انا جد، انا جد لو محل الولد بضلني الفلف بالكم. انا لو محله بضلني ابكي. يعني مش عارف شو بدي احكي لك يعني. طيب ان شاء الله يا رب، المهم انه اخر إشي لقوه والامور تمام ورجع للحياه السعيده هي كلها. اما انا عندي خبر، طبعا هذا الخبر بخص لعبه البوكيمون وبخص كرتون البوكيمون اللي كلنا بنعرفه وحضرنا واحنا وعصابه الرداء الابيض واحلم دوما ان كنت مبني فيها. طبعا لعبه البوكيمون وايضا كرتون البوكيمون درج على الساحه من جديد قبل فتره، والكل بيعرفوا، الكل تقريبا نزل لعبه البوكيمون بعد ما صار في يعني حمى للعبه البوكيمون جو، والناس صارت تصيد بوكيمونات والقصص هاي. تم اختيار شخصيه بيكاتشو طبعا باليابان لتكون هي الشخصيه اللي بتمثل مدينه اوساكا اليابانيه، اوساكا الجيتاوي. اسامه لا لازم ما بزبطش. طبعا هاي الشخصيه الهدف من اختيارها انها تمثل مدينه اوساكا في اليابان
هو الترويج لهاي المدينة، عشان متوقع انه هاي المدينة تستضيف الاكسبو عام 2025، فنوع من انواع الدعاية ونوع من انواع الترويج. وايضا كمان وسن ومشاهدينا، يعني وزير الخارجية خلينا نحكي الياباني طبعا، يعني راح وزار هاي الشخصيات وزار بالاخص شخصية البوكيمون واطلع عليها. ايش برأيك هيك في عنا احنا شخصيات اردنية ممكن نرتبها؟ بلكي انا اخيط حالي اسير سفينه. في عنا عوض ابو شفه. عوض ابو شفه حلو. ومين في كمان انا؟ وفي كمان ابو محجوب. اه طبعا ابو محجوب. تحياتنا كثير كبيره طبعا لابو محجوب، وايضا كمان للفنان عماد حجاج، وايضا للفنان عمر العبد الله اللي هو من يعني اهم وافضل رسامين الكاريكاتير اللي موجودين. بالك عوض ابو شفه. بالبقلي عوض ابو شفه على راسي. على راسي كل الكراسي مش هيك بحكي؟ انت بس بدك اغني لك وتطبلي. فيعني صراحه انا كثير بدي يعني اشير لنقطه مهمه، انه اصلا كمان ببعض الاحيان، وهي كمان للي بيتابعونا مشاهدينا، ببعض الاحيان ايضا قديش الشخصيات الكرتونيه لما تكتسح العالم بتساهم بالترويج لسياحه البلد، او بتساهم بالترويج لمشروع اقتصادي يعني بهم البلد. فكان برأيي اختيار شخصية بيكاتشو أنها تمثل مدينة أوساكا في اليابان ليروجوا لإكسبو، وهذا حدث اقتصادي كثير مهم، اختيار كان صحيح 100%. صح أكيد 100%. وإحنا هيك بنكون وصلنا لنهاية فقرة كراسي ميكس. مشاهدينا الأعزاء رجعنا لكم بعد فقرة كراسي سينما. وصلنا شو هالأفلام اللطيفة؟ عشان تعرف أنا ما بحرمكم من إشي ولا إشي، عشان تعرفوا كل ويكند إيش تقضوا إيش تحضروا. خلاص 100%. وأيضا هيك يعني مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى أن تكونوا استمتعتوا وانبسطتوا معنا. حلقة جديدة بتستناكم بنفس الموعد. تصبحوا على خير. تصبحوا خير، نراكم على ألف خير. باي باي. برنامجنا سهرة جديدة بتستناكم يوم بيوم انضموا إلنا.